حبايب قلبي حبايب قلبي بسابيسو، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم برضو. انتوا عيله خلاص، احنا بنكون عيله جديده، عائله صحه وجمال. دمتم يا رب بالف خير. نتكلم النهارده عن العظام. داخلين على الشتاء. يا مفاصلي لازم، لا مفيش فايده عظام يعني وزن زايد. داخلين على الشتاء هنشوف ايام ما يعلم بيها الا ربنا، انتوا حرين. يعني هنعمل ايه؟ خسوا شويه عشان العظام والمشاكل دي اهم حاجه. طيب حبايب قلبي وكل عائلتي الكريمه، عائله صحه وجمال، عايزاكم لو في اي استفسار، عايزين تكلموني، عايزين نحجز كرسي العظام يا بسابيسو من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. طيب انا عايزه اكلمك يا بسابيسو برضو من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. طب لقينا الارقام مشغوله نبعت على الواتساب على طول. ايه الواتساب؟ انا ما عنديش موبايل اصلا. بكام يعني؟ انا بقول يعني عشان الضغوطات والاتصالات، معاكي الارقام اللي على الشاشه فيها واتساب نفس الارقام. كلمي الفريق بس على طول كده، انا من عائله بسابيسو، انا من عائله دكتور بسمه، انا من عائله صحه وجمال. صحه وجمال، حلو الاسم صح ولا ايه؟ جميل. عارفين معنى كلمه صحه وجمال؟ يعني معانا بامر الله، بامر الله يعني كل حاجه طبعا بامر الله ودعوات امي، هنبقى صحه كويسه وجمال. وتعمدت ان تكون كلمه الصحه الاول لان ده اللي يهمني. الجمال طبيعي مليون في الميه هيجي بعد الصحه، عمر الجمال ما هيجي لوحده، ومفيش حد عايز يبقى جميل وبصحه اي كلام. لا احنا معانا هنا ان شاء الله هنبقى صحه سوبر بريفكس على المفتاح. حلو سوبر بريفكس على المفتاح دي. طيب نيجي بقى لعائله صحه وجمال. انا هكون، هيبقى عندي عائلات كتير في كل المحافظات. طيب يا دكتور بسمه، احنا دلوقتي عايزين نعرف كرسي العظام، هل العرض اللي موجود عليه دي اشاعات مغرضه؟ انا قاعده على الكرسي حاسه ان انا عايزه ايه، افرض ده يقعد اعمل لكم كده. والله العظيم كاني في مكتب، ما بسترش انا خالص. هات لي بقى المهند الشاشه كده عشان اشوف. عادي عادي عشان اتابع معاكم كويس. خصم 50%؟ لا. 30%؟ لا. خصم 45% على كرسي العظام. الناس اللي بتبعت لي تقول لي هو كرسي العظام عليه خصم 30 ولا مش... ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين يا جماعه؟ ما تاخدوا الكلام من بقي انا على الهوا. انا معاكم دلوقتي على الهوا مباشر النهارده اهو على قناه الصحه والجمال وبرنامج صحه وجمال، فاهمين؟ اي سؤال اي استفسار. بقينا زحمه بسم الله ما شاء الله، مفيش خشب هنا، ده كله ازاز. امسك الخشب، بقينا زحمه. قلت لا ده انا هقسم العيله بقى، احنا معانا محافظه كامله، اقسم بالله كامله كامله هنا من عائله بسمه، عائله دكتور بسمه. انا بابايا توفى العيله صغرت، مع اني عيلتنا كبيره بس هما ما بيسالوش فينا كده يعني، فضايح اللي حصل. ها ربنا عوضني، بقى عندي عيله كبيره في المنيا، عيله كبيره في المنوفيه، عيله كبيره في البحيره، في اسكندريه. حطوا تحت اسكندريه 100 خط، لا 1000 مليون خط. حبايبنا في البحيرة المنصورة، حبايبي اللي في السعودية وفي الإمارات، لا 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 بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الحمد لله. فأنا هقسم بقى كل محافظة بقى نديها إيه برنامج على طول. طيب تعالوا نطلع الأول بس سريعين حبايبي صورة كرسي العظام عشان كل حبايبي يشوفوها. خصم 45% على الكرسين، ما فيش حاجة اسمها كرسي واحد، لا ده أنت بتاخدي أصلا كرسي تالت مجانا. خصم تاني، وركزوا في الصورة وصوروها عشان تبقوا عارفين حاجاتكم. خصم 45% على كل كرسين عظام، بناخد معاه كرس هدية، كرس تالت هدية. طب هو الكرس مكون من ايه يا بسابيسو؟ علبة كبسولات للأعصاب، ودي مهمة جدا جدا جدا، هقول لكم ليه طبعا. 3 علب فوار،
وده بناخده في نص اليوم، ممكن ناخده دلوقتي عادي، دلوقتي لا بالليل قوي ولا بدري قوي. اللي بدري قوي الكبسولات ناخدها امتى؟ بعد الفطار بساعة أو بساعتين، أو نقدر ناخدها على الريق بكوباية مية كبيرة. الفوار في نص اليوم معاكم من الساعة بعد الغداء، بعد العشاء، بس بساعتين، ساعة أو ساعتين في الحدود دي. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى كرس العظام مكون من، كل كرس مكون من 3 علب فوار، علبة كبسولات، علبة كبسولات ودي مهمة جدا، كله مهم، وعلبتين إلى 3 علب، ثلاثة يا محسن، إلى 3 علب جل للعظام، وكريم أو علبتين كريم. ورونا العرض تاني يا شباب. شكرا المصور الجميل اللي معانا مهند، عامل شغل حلو. العرض تاني، كرسي العظام أهو، ركزوا بصوا اهو، في الصوره في 3 علب، يبقى هاخدهم ماليش دعوه. هم قالوا لي اهو يا دكتور بسمه العرض اللي انت عايزاه، قلت لهم ماشي خلصت. بس ده الفريق بتاعي مش هنا الاعداد، يعني انا الاعداد مديها لهم. ده 3 علب فوار وعلبه كبسولات و3 علب، 3 علب كريمات، علبه جل وعلبتين كريم. علبتين الكريم محطوط فيهم زيت الكالسيوم، والعلبة الجل اللي لونها احمر، مالكوش دعوه بالالوان، ممكن الالوان تتغير عادي، اهم حاجه المواد الفعاله هي هياها. يعني ما عشان ايه هي هياها دي، انا عارفه يا اختي، المهم ان ايه المواد الفعاله زيها، يعني ما تقلقوش. حاجتي تبع كورساتي، مش حد تاني من بره. كورسات بسابسه من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، او من خلال الواتساب نفس الارقام اللي على الشاشه. 3 علب فوار، علبه كبسولات، ده الكورس الواحد، و3 علب كريمات، علبتين كريم وعلبه جل. تخيلي انت هتاخدي 2 كورس بخصم 45%، انت هتاخدي كورسين وهتدفعي نص ثمنهم، وهتاخدي كورس ثالث هديه، يعني كانك دفعت 8 كورس واحد واخده كورسين ببلاش. وده الصح، انت واخده كده كورسين، واخده 3 كورسات، كانك دفعت كورس، انت معاكي كده 3 كورسات. ده العرض هيجي لك لحد باب البيت بتاع العظام، اي مشكله في العظام خديه، خلصت. فانت معاكي 3 كورسات، ملكوش حجة، ملكوش حجة، ما تلتزموش تاني. يعني احنا كده يا دكتور بس مهدي علينا، بيقولوا انت متعصبة ليه يا اختي؟ مش متعصبة والله خالص. كورسين العظام 2 كورس، الكورس الواحد مكون من ايه؟ علبة كبسولات، 3 علب فوار، 3 علب علبة جل وعلبتين كريم. الله اكبر، انت هيجيلك بقى 3 شهور كورس عظام بنفس ده، كل كورس علبة كبسولات، 3 علب فوار، 3 علب كريمات، علبة جل وعلبتين كريم. الكريم يدهن الصبح عشان في زيت الكالسيوم يعمل يشد الجلد، بالليل بنحط الجل بتاع العظام يرخي الجلد، يعمل ايه؟ ريلاكسيشن في الجلد. فهمتوا بقى الكالسيوم مع المغنيسيوم يعمل ايه؟ زيت المغنيسيوم وزيت الكالسيوم من العناصر الزيوت المهمه جدا جدا جدا، ها، لارتخاء الجلد وشد الجلد. عشان كده هتلاقوا حتى موجود زيت الكالسيوم وزيت المغنيسيوم، خلي بالكم سايباه برضو في كورس التخسيس، في الكريمات بتاعه التخسيس. ما انا عايزه اشد الجلد بقى وانت بتخسي، هو انا بعمل لكم تكميم معده؟ لا، انا ما بوصفش حاجه من المعده خالص. احنا بنقدر نسد الشهيه، بس الشهيه المفتوحه قوي، وفجاه تقول لي انا بقالي 3 شهور مقاساتي بتصغر يا دكتور بسمه، بس ما بتخنش مع اني باكل كل حاجه. طيب ليه؟ عشان الحمد لله والشكر لله بقدر من خلال الشيتوزان وقشور الاسباجول والمورينجا، وحطه تحتها 100 خط، والسبرولينا، اي اكل انت جايباه من بره ما بيمتصش، ما بيخشش يتحوش في الجلايكوجين. ايه جلايكوجينك ده يا بسابيسه؟ ده مخزن الدهون، بيتحوش في الدهون. كل ما ناكل سكريات يخش يتحوش، كل ما ناكل سكريات يتحوش. مش سكريات بس بقى، وعيش وقمح وكربوهيدرات ورز ومكرونه، مش سكريات بس، ده ليله والله ليله، بتتحول في مخزن دهون اسمه جلايكوجين. خلي بالكوا مخازن الدهون، منهم مخزن، انا بقول علم مش كلام درويش، منهم مخزن جنب الكبد. يا مصيبه، اوبا، عرفتوا ليه بيجيلكوا دهون ثلاثيه؟
على الكبد. اه عرفنا يا بسابيسو. ليه؟ ليه؟ ها؟ عشان مخزن، مخزن من مخازن الدهون واكبرهم جنب الكبد، جنب الكبد بس. ده بيحوش دهون، بيحوش دهون، بيحوش دهون. طيب انا اتكلمت في الجزئيه دي، تعالوا ناخد عبده من المنيا وبعد كده نرجع نكمل تاني. السلام عليكم. عيش قلبك. السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. ازيك يا عبده، عامل ايه؟ الله يخليك يا دكتوره، عامل ايه انت؟ انا بخير الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ دايما يجعلك بخير يا رب. الله يخليك يا استاذ عبده، الله احنا يخليك. خدنا من عند حضرتك 4 منتجات مضاعفه التخسيس، يعني خدناه مرتين، ما التخسيس شاء الله. والعظام والبشره والشعر. عظام وبشره وشعر وتخسيس. وتخسيس. ايوه انت واخد الكورسات كلها يا استاذ عبده. ايوه واخدينها كلها، وانا واخدها مرابي. واخدها ايه؟ هي اللي مرات اللي بتستخدمهم. كلهم؟ فطبعا انا عشان اتواصل بحضرتك ما اناش عارف الصفحه اللي هي ابعت لك عليها الفيديوهات. انا لقيت صفحتك عندي على الماسنجر، بعت لك الفيديوهات عليها. ماشي، انا فرحتني، هدخل ابص والله. لا بص. المهم حضرتك احنا كنا عايزين نبعت لك برضه سؤال اللي انت طرحتيه بتاع امبارح بتاع المنتج ده، بس ما عرفناش نتواصل ازاي يعني. السؤال بينزل على اللي هو 5 و6 و4 ده. بس ما تقولش بقى، ده انت بتكتبه في الكومنتات عشان تاخد كرسي هديه. ما انا ما اعرفش اكتب بصراحه على بتاع الكومنتات. انا مش عارف انه بقى تعبان. يعني اي حد يخش على صفحه الصحه والجمال السؤال نازل عليه. على الفيسبوك. على الفيسبوك؟ يكتب الصحه والجمال. اعمل سيرش بحث كده واكتب صفحه قناه الصحه والجمال، وانا برضو هطلعها على الشاشه دلوقتي عشان تشوفوا شكلها ايه. طب انت حضرتك على القناه ليه اللي واخده عشان اشوفها على التلفزيون؟ الصحه والجمال اتش بي سي. ماشي السي بي سي. يلا شغل وقول واكتب لي على طول عشان الكرسي يجي لكم. شكرا جدا. عسل. عسل جميل. عبده من المنيا، مدام جنبه سامعاه؟ لا لا طلعوا لي صفحه تاني، لان هو بيكلمني انت طالعة فين دلوقتي؟ مش عارفه اطلع لكم الحنفيه لاني عندك في الحنفيه يا حاج عبده. بصوا طلعوا لي صفحه تاني يا شباب، ما تشيلوهاش. صفحه الصحه والجمال نزل عليها السؤال. صدقوا انا نسيت، هو السؤال موجود نقوله تاني؟ هقوله لكم تاني. في سؤال مسابقه، احنا في مسابقه. اولا بنبعت فيديو كل حبايبنا، ما شاء الله عبده بعت يا جماعه فيديو، بعت عبده ده من العيله، من عيله بسابيسو، واخد كل الكورسات والله يفكرني كتر خيره. المسابقه لسه شغاله، اكتر كومنت بالاجابه الصحيحه هياخد كرسي هديه مجانا كله، اي كرسي هو يختاره، كرسي عظام، كرسي شعر، كرسي بشره، تخسيس، اللي انتوا عايزينه. اكتر كومنت بالاجابه الصحيحه، ركزوا، على الفيسبوك. والصفحه اهي دي الصفحه اللي عليها السؤال تاني، دي الصفحه اللي عليها السؤال. بندخل نعمل الصفحه لايك وفولو، هنلاقي السؤال مكتوب. السؤال ايه بقى؟ كرسي الشعر كام عبوه؟ طبعا اللي واخدين الكورسات عارفين، اللي متابعيني مذاكرين، اللي مش متابعيني مش فالحين. حلوه دي والله، نعملها اغنيه. مش ذاكرين مش فالحين، ماشي. المهم مما السؤال تاني بقوله اهو، مما يتكون او كام عبوه من كرسي الشعر؟ السؤال اهو، كم عدد عبوات كرسي الشعر؟ ده السؤال اللي هتلاقوه على صفحه الصحه والجمال على الفيسبوك. تاني، ده السؤال اللي هتلاقوه على صفحه الصحه والجمال على الفيسبوك، كم عدد عبوات كرسي الشعر؟ ومعاكوا 3 اختيارات. أول اختيار 5 عبوات، تاني اختيار 4 عبوات، تالت اختيار 6 عبوات. اللي هيكتب الإجابة الصحيحة أكتر من مرة ده الفايز معايا بكورس كامل هدية من اختياره. ولو حابب يطلع معايا في الحلقة أهلا وسهلا.
حابب ياخد اللي نبعت له الكورس لحد باب بيته ومحافظته ان شاء الله بره مصر، هيجيلك وهتجيلك، هيجيلك الكورس. عايزين نطلع معاك يا بسابيسو واستلم الكورس قدام الناس. يا 100 مراحب. تعالوا اتفضلوا اشربوا شاي. انا بشرب شاي الحمد لله. طيب خلاص هقوله تاني عشان خاطر ايه استاذ عبده يركز معايا. الاجابه بصوا، حجز الكورسات من خلال الارقام اللي على الشاشه. عايزين تكلموني من خلال الارقام اللي على الشاشه. كورسات بسابيسو عائله دكتور بسمه، فريق بيجري عليا. اجابه السؤال ده كم عدد عبوات كورس الشعر؟ 4 عبوات ولا 5 عبوات ولا 6 عبوات؟ بتكتبوها، بتخشوا بقى على الفيسبوك، ها صفحه الفيسبوك اللي على السوشيال ميديا النت، هتخشوا على صفحه الصحه والجمال، هتلاقوا السؤال مكتوب كم عدد عبوات كورس الشعر والاختيارات. تكتب لي وتكتبي لي الاجابه الصحيحه في اكتر من كومنت. مثلا استاذ عبده دخل كتب الاجابه الصحيحه مثلا 6، وكتب مره واحده بس الاجابه الصحيحه 6 عبوات، وجت هناء مثلا، ده مثال برضو انا بديكوا عشان تفهموني، جت هناء كتبت الاجابه الصحيحه برضو مثلا 6 بس كتبتها 100 مره. الاجابه الصحيحه 6 6 6، او تكتب على طول 6 عشان الوقت، تقدري تعملي كومنتات كتير. 6 6. مين تكسب؟ عبده، بس عبده كتب الاول، بس هناء كتبت 100 كومنت، 100 مره كتبت اجابه السؤال. هناء تكسب. ليه؟ اجتهدت، والكل مجتهد نصيب. لا هي دي شروط المسابقه، ما تتعبوا شويه، مش معقول ده هو رقم هتكتبوه، اكتبوه بقى 100 مره بقى الاكتر، ان شاء الله تكتبوه 10 مرات، لو حد كتب 11 مره ده الفايز، لو حد 12 مره ده الفايز، اللي اعلى منك بنمره ده الفايز. هل بس كده؟ لا، لازم شير، تشيري السؤال لاصحابك، تعملي لاصحابك، مش لازم كلهم، انا اللي يهمني لايك، وان انت تشيري السؤال لاصحابك، لانك ممكن تكسبي صاحبتك معاكي، واعملي منشن لصاحبتك تكسب معاكي، لان انا مش هكسب شخص واحد، ان شاء الله شخصين الى 5 اشخاص حسب عددكم. فانت ممكن تعملي منشن لصفحه صاحبتك من خلال السؤال، تخش على الكومنتات التعليقات وتعملي منشن لصاحبتك، او تشيري لها السؤال وقولي لها السؤال ماشي ازاي. السؤال اهو، الصفحه اهي، بقيت في ده كده ايه، الهند، بقيت في الهند. مش هما بيعملوا كده ولا بيعملوا كده؟ ماشي، لا كده صح. بصوا بقى اللي بقوله ده، الصفحه اهي اهي، دي اللي نازل عليها السؤال. هنكسب كورس مجانا من اختياركم، يجي لحد باب البيت، يجي لحد باب البيت. عايزين تطلعوا معايا على الهواء، اهلا وسهلا، نشرب شاي، شاي بسكر ضايع. السؤال كم عدد عبوات كورس الشعر؟ كويس عشان أأكد في الحته دي. 4 ولا 5 ولا 6؟ يا ترى ايه؟ طبعا لما كنت بسأل اسئله في الاول، اقسم بالله اللي كسبوا خدوا جوائزهم، عشان الحلفان في بنوته كلمناها 100 مره ما وصلتش. 100 مره 100 مره اه والله، اول مره كلمناها وقلنا لها انت كسبتي معانا، فرحت جدا حبيبتي، وطلبت ساعتها ايه، كرسي تخسيس او عظام هديه، قلنا لها اختاري الكرسي اللي انت عايزاه. كانت عامله حوالي 1000 كومنت. انا دي كنت عايزه اديها 3 كورسات بصراحه، انا بركز في الحاجات دي، بركز، انا متابعه جيده جدا. نقطه من اول السطر، كلمناها، انا كنت مكسبه 3 اشخاص، 2 استلموا وهي ما استلمتش. ليه؟ ما ردتش على مندوب الشحن، ما ردتش عليه. انا بقولها تاني عشان يمكن لو سمعاني، انا مش عارف يمكن الفريق وصلوا لها تاني، ما مش متابعه الحته دي، بس عشان انا عشان انا اقسمت بالله، كانوا 3 كسبانين منهم 2 استلموا، والثالثه الكرسي جالها في الطريق، كانت مش عارف تليفونها مقفول او ما ردتش، ما اعرفش ايه اللي حصل، المندوب راح واخد بعضه وراجع. انا مالي، كنت زهقوني في عيشتي، راح اخر الدنيا يا عيني، كانت مش عارفه هي من محافظه تقريبا ولا مش عارفه منين. فبرضه ايه، لو سامعاني دلوقتي، انت ليكي في ذمتنا يا بنتي هديه، ليكي كورس،
ليك الكورس اللي انت اخترتيه، ولكن انا بقول لك جالك انت اللي ما استلمتيش. الاثنين التانيين كورس وصل لهم، كانوا قاعدين على الباب. تعالوا ناخد عبير. السلام عليكم عبير، منين يا شباب؟ السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بيرو؟ شرقيه. الله يخليك يا دكتور بسمه، ازي حضرتك؟ انا الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا دكتور. يا رب يخليك يا رب ويعز حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبصحه وسلامه يا رب، والبركه والخير كله عندكم. والحمد لله على السلامه، الحمد لله على سلامه حضرتك. عرفتي يا عبير؟ نعم عرفتي يا عبير. انا سمعتيني ولما قلت والله كانت حادثه صعبه قوي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عارفه يمكن دي اول مره اقولها. والدتي كانت قلقانه عليا وبتعيط قوي، فقلت لها ماما بابا تعيطي لي بقى، انا كنت هرتاح بقى، هطلع اعيش مع بنتي بقى وارتاح. لا لا لا، ربنا يخليك عشان خاطر ماما، وربنا يخليها ليك يا رب. قعدت تعيط جامد بصراحه، قالت لي انت بتقولي ايه وانا اعيش لمين ومش عارفه. هي صعبت عليا بقى ما قلت لها كده. ربنا يخليها لك يا رب. حبيبه قلبي قولي لي بقى، خدنا ايه مع بعض يا روح قلبي؟ انا خدت، ده انا خدت بسم الله ما شاء الله 7 كورس تخسيس. 7 كورسات؟ كل الكورسات ولا 7 كورس تخسيس؟ 7 كورس، اللي هو كورس التخسيس يعني 7 شهور من كورس التخسيس. ايوه بالظبط. واخدت مجموعه البشره 5، كان رقم 5 اللي انا خدته ده. يعني انت واخده 7 كورسات تخسيس وايه تاني؟ والبتاع البشره اللي هو فولايت مجموعه البشره. والشعر. والشعر خدتي كام من مجموعه البشره؟ انا متابعه حضرتك يا دكتور بسمه قسما بالله، من حضرتك على صدى البلد. حبيبة قلبي واخدت من حضرتك، اخدت والله العظيم كرسيات قسما بالله تخسيس برضه. الحمد لله يعني في مصداقية من زمان. والله العظيم قسما بالله وحياة ربي. لما غير ما تحلفي انا مصدقاكي، بس عشان الناس تبقى فاهمة، بس انا مبسوطة ان انت متابعاني من زمان. طبعا والله العظيم، وبحبك حب ربنا يا رب يبارك في حضرتك يا رب. طب الله يخليك يا رب، يخليك لما كنت بختفي. ربنا يبارك في عمرك والله يا رب، على المعلومات اللي انت يعني عرفتنا على كل عضو في جسمنا يا روح قلبي. ولسه ده في حاجات لسه ما عرفناهاش. ربنا يخليك. والله هعرفها لكم كلها. ربنا يا رب يزيدك علم، اللهم امين يا رب. طب بقول لك انا فرحانه ان انت بتستفيدي، لان احب قوي اللي يستفيد. نعم فرحانه قوي ان انت بتستفيدي. طبعا والله. ده انا ساعات بسمع حضرتك في العياده، يعني هم اصلي الفجر واسمعك في العياده. حبيبتي انا بسمع العياده برضو، عشان انا ساعات بتروح عليا النومه، بس ماما بتصحيني تصلي الفجر بالشبشب والله. والنبي ما انت تعيطي، لما بتعيطي انا بعيط معاكي. ماشي. والله ما بحبش. ماشي والله. عشان احنا بنحبك والله. وانا والله بحبكوا قوي، وماما والله بتحبكوا جدا. ربنا والله العظيم، وانا بحبها وحياة ربنا. والله بتدعي لكم كتير. ربنا يخليها يا رب، ربنا يخليها، اللهم امين يا رب العالمين. الكورسات تمام؟ طيب طمنيني فرحيني. كويسه. يا دكتور بسمه، بس انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اموريني. عندي دايما فوران كده في 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 راسي من فوق، ده سببه ايه؟ فوران في راسك؟ دايما الم كده في المخ من فوق خالص كده. ده من امتى؟ ده من فتره، من فتره خالص معايا، من سنين يعني. ورحت لدكتور مخ واعصاب وطلب مني اشعه مقطوعيه، فقال لي الدوره الدمويه مش واصله المخ كفايه. الدوره الدمويه والاكسجين مش واصله المخ كفايه يعني. طب وبعدين؟ بديها علاج بس اغلبيته كله مهد ومنوم، وانا مش بحب العلاج اللي زي كده. بيديكي بتاخدي ادويه سيوله؟ اداكي سيوله صح؟ على طول كان بيديني حاجه زي كده، عشان كان بخاف من الجلطات. دي ادويه سيوله. ولسه الفوران موجود؟ دايما عندي الم وعندي صداع دايما على طول عندي، والاغلبيه في اليمين دايما. في المخ في اليمين ودايما في المخ من فوق كده خالص،
وفي اليمين ومعاه خدل كده وتنميل. وتنميل. بس انا خدت كرسي التخسيس عشان عندي كل الاعراض اللي حضرتك تكلمي فيها. عندي القولون، عندي الارتجاع في المريء، عندي المعده، عندي انتاك، عندي دهون على الكبد، الدنيا كلها بايظه. طيب ما ده يوقف لك ده، لو فيه 5 كيلو زياده، ها، دول بيتكونوا على جدار الماء، على جدار الاوعيه الدمويه. عارفه ده يعني ايه؟ الاوعيه الدمويه لو اتضاقت بقت ضيقه، خلاص كده مفيش دم ولا اكسجين داخل لاعضاء الجسم. طبعا عموم القلب والمخ، فيحصل رفرفه في القلب ويحصل فوران الراس ده وصداع. عندي صداع دايما وعندي رفرفه في القلب واحس بهبوط يعني بعد الاوقات كده. ده طبيعي. اول ما نحس بالاعراض دي، حتى في رجلينا وفي ايدينا، تنميل، الم جامد، اعرفوا على طول في التهابات في الجسم. وطبعا اول حاجه واهم حاجه الدوره الدمويه، او بالبلدي كده الدم والاكسجين مش واصل للمكان اللي حاسه فيه بالم وصداع او ايا كان الالم ايه. والزغلله في العين انا نفس الشيء، والجيوب الانفيه. والله فعلا حقيقي انا عندي كل ده قسما بالله. عارفه زغلله، بصي يعني تاني انا عندي كده. بس انا جالي كده بعد وفاه بنتي، جالي زغلله في عيني جامد. ايوه قعدت فتره مش بشوف كويس، مش بشوف في عين واحده كانت ضايعه، يعني اتعاملت كده 6 شهور. كان بسبب ايه؟ عدم انتظام النوم بتاعي، ها، والمهدئات الكتير دي توقفيها، لان دي سبب من الاسباب اللي ضيعت لي عينيا. الحمد لله ربنا عافاني. وكنت قعدت سنه كامله تقريبا ما باكلش، عايشه على الميه. انا اصلا بحب اشرب ميه كتير، فعايشه على الميه. وبعد كده جالي جيوب انفيه، والطنين الاذن جالي، وصداع مزمن، وفوران في الراس، وزغلله في العين فظيعه. هوب صحيت مره من النوم، الحقيني يا ماما مش شايفه حاجه، يلا مش عايزه اشوف حد، قلت لها كده. فقعدت 6 شهور بتعالج، باخد حقن في عينيا الحمد لله، ولسه لا تاثير. في ناس بتقول يا وانتي ساعات بتبربشي جامد او بتبرقي، بقول لهم لا مش ببرق لكم اكيد. ده ان شاء الله عليك. والله العظيم اول ما تطلع الشاشه اقول الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق ما شاء الله. وماسكني في عينيا. هم دول الاعداء على فكره يعني. ايوه واعداء النجاح ما شاء الله عليكي. الله يعين. قلبوني بالعربيه. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. والله اتقلبت. والله العظيم مصدقاكي، بس الحمد لله الحمد لله. حادثه موت ما تقومش حد. الحمد لله اللي ربنا عافيك. الحمد لله ونجيت عشان خاطر ماما. الحمد لله. ما هتروح فيها ماما. الحمد لله. مش هتقوم لها. طب بصي بصي يا دكتور، بالنسبه للكبسوله مش زي اللي كنت باخدها كل مره، دي يعني لونها تركوازي كده عادي يعني؟ دي التخسيس ولا بتاعت ايه؟ بتاعت التخسيس. لا عادي عادي، نفس الماده الفعاله، ما تقلقيش. تمام كويس انك قلتي لي. طب بالنسبه للسيرم يا دكتور، لونه غامق يعني ايه؟ مش زي العسل الفاتح اللي كنت باخده كل مره. لا ما انا قلت بقى ده الاصدار الجديد، مش شرط يكون السيرم بتاع ترولايت لو مجموعه البشره فاتح او غامق، ونفس الشيء الجل. لا عادي، الاصدار الجديد عادي. هو انا حطيت لكم فيتامين سي تقيل شويه، زودته اكتر مضادات الاكسده، فالسيرم تقل، فاهماني؟ فاللون اغمق. قفلت؟ طيب ليه؟ كنت عايزه ارغي معايا والله يا عسل، سليت معايا. احنا كان معانا مين يا شباب؟ فكروني والله العظيم. احنا كان معانا مين دلوقتي؟ عشان انا معيش قلم، ما بكتبش. عبير منين؟ من الشرقيه. شفتي يا عبيد ليكي زعلتي، هتقولي شوفي الدكتوره بقالي قد كده بكلمها، قفلت معاها، نسيت اسمي انا بتاع الحادثه، اتقلبت خبطت في راسي، انا جالي ذاكره السمك، عارفين البتاع ده؟ مش هنشتغل في اليوم ده. بصوا لما السيرم بتاع البشره عادي لو غامق، انتوا قلتولي الكلام ده كتير عادي. بص كل لما تلاقوا
سيرم والجل بتاع البشره تقل، خلاص اعرفه كده دكتور بسمه، ده الاصدار الجديد موجود فيه مضادات الاكسده وفيتامين سي، كل ما يتقل يغمق اللون. اي منتج فيه فيتامين سي تقيل اعرفي كده من لون المنتج لو غامق، لو غامق. فده الاصدار الجديد بتاع مجموعه البشره الخاصه بيه بسابيس، ماليش دعوه بقى باي حاجه تاني. انا عماله احط لكم في كم مواد فعاله، اقسم بالله الفريق بتاعي ما فيش الكلام ده يا بسابيس. قلت لهم بس بقى كنت هموت في ايه، خلوا العيله تنبسط وتبقى صحه وجمال. اه والله العظيم. طيب عايزه برضو اتكلم في حاجه مهمه قبل ما اوريكم الحاجه كده حلوه. تاني السؤال بينزل على صفحه الصحه والجمال، لازم الاجابه تكون في اكتر من تعليق. ابو محمد كتب الاجابه الصحيحه 4 مرات في الكومنتات. جات ام حسن علت عليه وقالت له انت بتكتب، طب انا هكتب 20. ام محمد كذبت. لا تيأس، معاك من 3 ايام لاسبوع على الصفحه دي. اي تدخل عليها لازم تعملوا فولو ولايك. ليه؟ يعني اشتركوا في الصفحه ليه؟ عشان خاطر تعرف من خلال السؤال كل حد هيكتب تعليق بالاجابه الصحيحه بيجيلك يعرفك مثلا ان فلان كتب بعدك ب4 5 مرات، فانت تقوم داخل تلحق وتزود وهكذا. معاكوا اسبوع، يعني على اخر الاسبوع باذن الله بامر الله هقول مين الفايز من 3 ل5 اشخاص. خلي بالكم، وده السؤال اهو تاني، كم عدد عبوات كرس الشعر؟ الاجابه فقط واللي هيكسبه فقط من خلال الصفحه عشان محدش يزعل. الارقام اللي على الشاشه فقط للاتصال بي على الهواء مباشرة والحجز كورسات بسابيسو. بوزبوس، خش لكم في بوزبوس بقى عشان ماما بدأت تقول لي بوزبوس، تعبت عليها بعد الحادثة أكتر فبدأت تقول لي بوزبوس. قالت لي فيها بسابيسو بقى، أنت فضحتيني، أم بسابيسو في الشارع كده. قلت لك إيه يا حاجة مش مشكلة. فخدوا بالكم من النقطة دي، الأرقام عايزين كورس، إحنا من عائلة دكتور بسمة، من عائلة صحة وجمال، خلاص؟ الأرقام مشغولة على الواتساب. عايز أحجز الكورس، طب انا عايز اكلم دكتور بسمه، عايزاها، عايزه الكورس، استخدامه ازاي؟ من خلال الارقام. الصفحه اللي طلعت دي هي دي بتاعت المسابقه، دي اللي من خلالها هختار منها، ماليش دعوه تبعتوا على الواتساب الاجابه والكلام ده، لا. الارقام عشان تكلموني وندردش ونشوف اي حاجه انتم محتاجينها ونحجز الكورسات ونكلم الفريق، سواء تكلموهم او على الواتساب. الصفحه تاني، شوف عمال عيد وزيد ريقي نشف تاني عشان لسه فاتح التلفزيون. الصفحه الصحة والجمال اتش بي سي، بندخل عليها بنشترك فيها، هنلاقي السؤال كم عدد عبوات كرس الشعر يا مذكرة. اللي مش غشوا بقى، هتغشوا؟ اه من غشنا فليس منا، بس انا مش هعرف، ربنا شايف كده كده. اللي هيفوز بالطريقة اللي انا بقولها، نعمل شير للسؤال، لايك للسؤال، نشترك في الصفحة ونكتب الإجابة الصحيحة في أكتر من تعليق، في أكتر من كومنت، أكتر من تعليق. الإجابة 6 نكتب 100 مرة 6 على قد ما تقدر بقى وعلى قد ما تقدري، لأنك أنت ممكن تكتبي 10 مرات تيجي حد تاني وراك يكتب 11، خلاص هو اللي فاز، فازك بتعليق زيادة. اتفقنا؟ اتفقنا. طب نعرف منين يا دكتور بسمة إن الفلان كتب تعليقات أكتر مني؟ لما عشان كده بقول لكم لازم تشتركوا في الصفحه وتعملوا لايك او فولو عشان خاطر لو فوزيه او سعديه، انا مش عارفه بجيب الاسامي دي منين. كانت خالة ماما اسمها كده الله يرحمها تقريبا. ماما والله بحبك يا ماما. بصوا فوزيه او سعديه دخلت كتبت اكتر منك باجابه او اجابتين او حتى 100، تعرفي بيجي لك في الاشعارات كده، في الاشعارات عندك على الفيسبوك، فلان دخل كتب تعليق معاكي. فانت تقلقي، ايه ده؟ لا ده انا في مسابقه هكسب، يعني هكسب. نكسب ايه؟ كورس كامل هديه لحد باب البيت، او اللي حابب يجي يطلع معايا، او اللي حابب يطلع معايا اهلا وسهلا بيه. اتفقنا؟ اتفقنا. عشبه الجينكو بلوبا من اقوى الاعشاب الخاصه بالعظام. عندي زحزحه في الفقرات، جينكو بلوبا، اوصيكم بالجينكو بلوبا. دكتور بسمه انا محتاجه ها الأوعية الدموية عندي تدفق الدم في النافوخ، اه يا نافوخيانا، السمبساوي والباراسمبساوي دي، يعني هبقى احكي لكم عليها برضو. دي عشبة الجينكو بلوبا، عشبة الجينكو بلوبا بتوصل الدم للدماغ،
الناس اللي عندها فوران في الراس، الناس اللي عندها تنميل في رجلها وايديها، الناس اللي عندها جيوب انفيه، الناس اللي عندها زغلله في العين، ده كله بسبب ايه؟ اولا نقص فيتامين ب6، ثانيا نقص فيتامين ب12، ثالثا نقص فيتامين د، ها، رابعا وليس اخيرا نقص عشبه الجينكو. ايه ده؟ هي عشبه الجينكو بلب اصلا يا بسابيس لازم تكون في جسمنا؟ اه للاسف. ليه بقى؟ لان عشبه الجينكو جواها مغنيسيوم كالسيوم، انا مش هعرف ادي كم معادن وفيتامينات ومضادات اكسده ومضادات التهاب غير من خلال عشبه، افهموها. معانا ايه بقى الكبير؟ ب6 وب12 عائله فيتامين ب. حلو، حط ليه؟ عشان دول بيدوبوا في الميه مالهمش خطوره. كرس العظام من مهامه انه يحصل تدفق في الدم في اطراف الايد، داخلين على الشتاء وصوابع ايدي بتبقى تلج، انا ببقى كده، وصوابع رجلي ومراخيري من هنا ووداني، اه يا وداني، انا واخده ودان جدو الله يرحمه، كبيره شويه. ايه؟ تدفق الدم فتحسي بسخونه، خلاص كده الدم الاكسجين وصل كويس. عشبه الجينكو بلوبا وكل الفيتامينات. يلا بينا، تعالوا اوريكم بقى فيديو حبايبنا اللي بيبعتوا لنا الفيديوهات برده من خلال الصفحه، ماشي، من خلال الصفحه الفيديوهات، كل اللي واخد الكورسات يبعت الفيديوهات، لانه برده دول هيكسبوا معايا كورس هديه من اختياركم. تعالوا نشوف في الفيديو اللي جالنا امبارح، يلا بينا. انا بشكر قناه الصحه والجمال على المجهود العظيم اللي عملوه وعلى العلاج الطبيعي اللي عملوه. انا كنت تعبان جدا وما بقدرش اعمل اي حاجه في الغيط، وانا راجل فلاح ما بقدرش اعمل اي حاجه في الغيط خالص، وبعد ما جربت المنتج ده بصراحه ربنا بقيت من اول مجموعه جربتها، وانا بقيت الحمد لله. بشكر الدكتوره بسمه، بشكر فريق الاعداد اللي معاها، وبشكر الشركه اللي انتجت المنتج، بصراحه الله يبارك لهم على المجهود، حاجه فوق الروعه. لا ولا اي حاجه، انا العلاج خلاني فوق، خلاني بقت حاجه تانية بعد كرسي بتاع ما كملتش 20 يوم بالظبط، بقيت احسن الحمد لله كل حاجه. انا كان عندي غضروف، وكان عندي في ربي قطع وريد في ربطي، ما كنتش بقدر اعمل حاجه خالص. الفريق الطبي بيتابع معايا، وبعد 20 يوم بالظبط حسيت بتحسن الحمد لله. لسه بيكلموني وخلصت الجرعه الاولانيه، ومش والجرعه الحمد لله خلت معايا كل حاجه حلوه الحمد لله، مش محتاجه ان انا اخد جرعه تانية. بحبكم في الله، اه والله العظيم. آه شكرا على كل الفيديوهات اللي اتبعتت، كم مهول مهول مش متخيله. آه العسل اللي كان راجل محترم هو ومراته واخدين الكورس، وقال مراتي ما تطلعش، قلنا ماشي مش مشكله محترم. وعلى فكره اي فيديوهات هتيجي مش هنبين الوش، اه فتبيني الوش دي ما فيهاش معلش محسن هيطلقنا، لا ما هيطلقنا، بس بتقول هيطلقنا زي ما متجوزنا كلها هيطلقني، لا ما تقلقوش بنغطي الوش زي ما انتم شايفين. عايزين تقولوا الاسم المحافظه قولوا، مش عايزين ما تقولوش. كل اللي جرب كورسه وجاب معاه نتيجه يا ريت يعمل لي فيديو حلو وهننزله على الشاشه من غير ما نبين الوش. عايزه تبيني وشك بينيه، عايزه بنوتك تعمل لك الفيديو خلي بنوتك تعمل لك الفيديو او ابنك وهطلعه لك على الشاشه. عايزه صوره ابنك وبنتك والفيديو بتاعها يطلع على الشاشه هطلعه على الشاشه. عايزه ما يطلعش ونطلع حاجه نداري بيها الوش اعمل لك اللي انت عايزاه. بس انا عايزه اوري لفئه من بعض الناس حبايبنا برضو ونشيلهم فوق راسنا، ان مش كل حاجه صوابع، يعني صوابعك بالبلدي مش زي بعضها. بس انتوا فهمتوا بقى الجزئيه دي. بحبكم في الله، اشوفكم بكره ان شاء الله برضو في نفس الميعاد في برنامجنا وبرنامجكم صحه وجمال والاعاده، ان شاء الله ان شاء الله تكون واحده الظهر من برنامج صحه وجمال. الارقام معاكم، تقدروا بعد الهوا مباشره ها تتصلوا بالفريق ونحجز الكورسات، وايه كمان، او من خلال الواتساب الصفحه، صفحه الصحه وجمال اتش بي سي، هنجاوب على السؤال في اكتر من تعليق ونعمل شير لاصحابنا ونشترك في الصفحه ونبعت الفيديوهات برضو بتاعت الكورسات كلها اللي انتوا واخدينها ان شاء الله. لو واخده الكورسات كلها حطيها جنبك كده وقولي لي كل واحد عمل معاكي ايه، بس كده. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، السلام عليكم.